اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي، فراخ النهارده بنعملها مشويه، نعملها كريسبي. الفراخ بنعملها بافكار كتير قوي. انا جاي على بالي النهارده معايا فرخه حلوه وزنها يعمل تقريبا كيلو و100 جرام بالظبط، ومعانا تشكيله من الخضار من درج الثلاجه، سحبت الثلاجه ليش شويه بطاطس على جزر على بصل على كوسه على فلفل على شويه زعتر. تعالوا شوفوا نعمل صينيه فراخ النهارده، فراخ مشويه على طريقه الشيف المغازي بالخضار، بما ان الخضار قيمته الغذائيه عاليه جدا في ايام الشتاء، فنجمع ما بين تشكيله من الخضار وفراخ. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. دايما بنعمل صينيه بطاطس بالفراخ وبس، انما مع الخضار دي حاجه جديده. معانا المانجا الشتوي واللطيفة الجميلة، عايز اعملها النهارده حاجة زي المكشكشة كده، اللي هي رقائق الجلاش بالمانجا، مانجا وكريمة، طعم لطيف وجميل، وهتبقى الصينية دي سبايسي مع شربات لطيفة وجميلة هتعجب حضراتكم. معانا كمان سلطة النهارده، السلطة دي فواتح للشهية على السفرة بتاعتنا، طماطم بالفلفل المشوي، هنشوف نعملها مع بعض ازاي، أكيد هتعجب حضراتكم. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. أستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل لأفكار بسيطة وسهلة، أوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. هنطلع بقدير فراخ مشوية بالخضار، ولما قلت فراخ مشوية بالخضار أكيد هيكون في فكر جديد لمكونات الخضار اللي هنستخدمها مع الفراخ. معانا فرخة زي ما قلت لحضراتكم وزنها كيلو كيلو 100 جرام حسب عدد أفراد الأسرة. معانا من الكوسة شوية وجزر وبصل وطماطم، فلفل ألوان، بطاطس. أهم حاجة التركية الأخيرة اللي هي الشربات بتاع الفراخ دي. إيه اللي هنحطه عليها بعد ما كله مع بعضه في قلب الصينية وندخلها الفرن؟ أكيد في تركاية للشيف المغازي كالمعتاد. هنجيب السطور بتاعنا وأول حاجة هنبدأ بيها الفرخة الحلوة دي نقطعها. حلو الكلام، وتقطيعنا ليها هنا هيكون طبعًا إيه بطريقة جديدة كده ولطيفة. حلو، هناخد الفرخة بالشكل ده كده. أيوه أهي، الله. حلو قوي. اللهم صل على النبي. المقادير على الشاشة. ايوه حبيبي. نشيل السلسله دي كده بالشكل ده كده. حلو، فرخه بطريقه ان طبعا الفراخ تتغسل وهي سليمه، يفضل طبعا غسلها وهي سليمه مش بعد التقطيع خالص علشان ما نفقدش القيمة الغذائية بتاعتها، وإن احنا نغسل الفراخ بمية سخنة ده طبعا فكرة خاطئة. بنحط دي هنا تغلي في المية. ليه يا عم الشيف؟ لأن احنا لما بنغسلها بعد تقطيعها بتبقى زفرة. أنا عايز أغسلها وهي سليمة بشوية دقيق مع عصرة ليمون وتبقى الفرخة معانا بالشكل ده كده. بنقطعها لثمان قطع، 10 قطع حسب عدد أفراد الأسرة. اختياري. حلو؟ ونيجي عند الصدر ده كده، نستخدم له سكينة عريضة شوية. الله أكبر. حلو كده أهو. شفت لما تيجي تستخدمها أهو، واجي عند العظمة دي. نفس القصة. أصبحت الفراخ المشوية هنا هيبقى لها طعم تاني. هاخد الفراخ زي ما هي كده بالشكل الحلو ده كده أتبلها. والله الفرخة بسم الله ما شاء الله ديك رومي معايا. حلو؟ التتبيلة الحلوة دي كده مع بعض. شوية نشا بجد؟ اه، شوية ليمون، شوية توم، ده توم، ملح على الفراخ. طب النشا ليه يا عم الشيف؟ هقول لك دلوقتي حالا، هي دي التركاية. شوية النشا دول مطلوبين زي الفل، كفاية دول مع عصرة الليمون بتاعتنا مع البهارات بتاعتنا المعتادة، فلفل اسود، بابريكا، كمون، كزبرة، حط البهارات اللي انت حباها. جايبة بهارات من عند العطار حباها مفيش مشكلة. كل ما تكتر البهارات في الفراخ المشوية كل ما تبقى حلوة.
بس اختيارك للبهارات لازم يكون برضو اختيار دقيق. يعني الفراخ ما تحبش القرفة مثلا، لو لحمة هناخد كل ده مع بعضه، زيت شديد الحرارة، نمسك الفراخ بالشكل ده كده، كل حاجة ما عدا انك تحط زيت. تبلنا الفرخة بالخلطة الحلوة دي كده، شفت الجو ده كده اهو، الله حلو اهو. عصرة ليمون دي مهمة جدا، بتعمل مزيج للتوابل، تمسك في الفرخة حلو، وهناخدها ونبدأ نحمرها في قلب الزيت. على الفرخة ما تتحمر في قلب الزيت، احنا بنشوف ايه الخضار اللي عندنا اللي هنستخدمه مع الفراخ المشوية دي. زي ما هي كده. نعم يا غالي، ممكن، بيقول لي ممكن نستخدم صدور فراخ بدل فرخة سليمة، اختياري. عندك صدور فراخ اهلا وسهلا، مش هتقول لا. بناخدها زي ما هي كده في قلب الزيت، الله اهو. شفتوها بتتحمر كده بالشكل ده كده اهو ده اللي بالك كنت بتحط الفراخ يكون الزيت درجه حرارته عاليه جدا، يفضل. ليه مش عايز تيجي؟ زي ما انا شغال كده، حلو قوي. تعال شوف الخضار بتاعنا اللي هنبدا نشتغل فيه. بنغير البلانشه دي خالص، ده الطبيعي. بنجيب بلانشه تانيه، عشان نبدا نقطع شويه خضار حلوين. والخضار هنا عندنا في ايام الشتاء الخضار متوفر. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني تقدر تروح عند بتاع الخضار هتلاقي انواع خضار كتيره موجوده. وتروقي مكان الفرخه دي. وعندنا من الجزر والبصل والكوسه، كل انواع الخضار اللي عندك في الثلاجه. سبانخ لو موجود عندك ماشي، مشروب ماشي. خلونا نقطع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل، بنعمل فراخ مشوية ازاي على مدرسة الشيف المغازي. ولكن كالعادة في تركية لطيفة بتفصلك وبتميزك في أفراد الأسرة والعائلة الكريمة اللي انت منها، تقولك فراخ أم أحمد، أم محمد، أم سعاد لا يعلى عليها. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. افكار بسيطه وسهله. الخضار هنا وتشكيله الخضار الشتوي بالذات بيلعب دور البطوله في الفراخ بتاعتي. طبعا معانا اخراج جميل جدا، معانا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين. الصوره الحلوه من تشكيله الخضار تتحدث عن نفسها. نبص على الخضار وحلاوه الخضار وجمال الخضار. الله الله، شفتوا جمال؟ انا ده زعتر برضو من عند الراجل الطيب بتاع الخضار. باخده زي ما هو كده، والفراخ عندي ما زالت في الزيت شديد الحرارة زي ما احنا شغالين كده مع بعض. بنجيب هنا في الطاسة بتاعتي بحط شوية زيت، الله حلو، بحط العود الزعتر ده كده. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ معانا شوية ثوم بالشكل ده كده، معانا قليل من الزبدة بالشكل ده كده. كل ده رايح فين يا عم الشيف؟ احنا مع بعض اهو، شفت الحلاوة دي كده؟ كل ده مع بعض يا عم الشيف. شوية دبس الرمان، الله. يلا بينا، يلا بينا. هو ده، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلب الزيت ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ معانا الفرخة الحلوة،
حلوه. ايه الجديد اللي عملته هنا؟ تشكيله خضار حلوه في قلب الصينيه، بنعمل عمليه توزيع، تقليبه حلوه عشان التوم اللي انا حاطه مع البصل مع الزبده، كل ده مع بعضه. اخبار الفرخ ايه؟ هو ده، بسم الله، هو ده. يلا بينا بنحطها هنا كده. درجة حرارة الفرن عندي 180. شفت الجو ده كده؟ الله الله ما شاء الله. دي كرومي ولا فرخة دي يا مغازي؟ أنا إيديا تعبت من كتر شيل الفراخ من هنا، كل ما أضرب الشوكة ألاقي فراخ طالعة لي. تعالوا نعمل مع بعض التركاية بتاعتنا الجميلة على نار. هنا حلو. بحط قليل من الزبدة. مع شوية زيت. هي دي بقى الخلطة والتركاية، حلو الكلام؟ مع فص التوم. على النار كده. مع كزبرة خضراء. الخضرة بتاعت الكرفس كزبرة خضراء. الله على الريحة، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ كل ده في قلب الزيت. شوية الملح الحلوين. شوية دبس الرمان الحلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شغالين كده، قليل من الماء المغلي. بنقلبهم كده. توابلك في قلب الخضار. في قلب البهارات، فلفل اسود، بابريكا، كركم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه صينيه فراخ بالتفاصيل دي. اهم حاجه الفرن هنا درجه حرارته 180. بناخد الخليط الحلو ده يا عم الشيف وننزل بينا كده. الله، هو ده. وندخلها الفرن وتسيب كل حاجة حلوة مع بعضيها. أهم حاجة الخضار بتاعنا فيه بطاطس. وجود البطاطس هنا مع تشكيلة الخضار بتدي مزيج، بتدي قوام، بتدي تيست، بتدي فليفر، مهمة جدا. يعني ممكن تستغنى عن أي نوع من الخضار هنا ما عدا البطاطس. لازم بطاطس. درجة حرارة الفرن عندي 180. بناخدها زي ما هي كده. مخرجنا الحلو بيدلعها، بيبص عليها. شفتوا الجمال؟ شفتوا الحلاوة؟ يلا ندخلها الفرن مع بعض. ربنا يبارك لك. خايف عليا انت؟ لسه ما سخنتش اهي. الله، بالله عليك تدلعها لي، انا تعبت على الصينية دي قوي. خبرة السنين فيها تيست والطعم. من اول ما تبلنا الفراخ بمعلقة النشا هنقفل الفرن بتاعنا ونستأذن حضراتكم ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل هنشتغل في نوع من الحلو اسمه رقائق الجلاش او طبقات الجلاش بالمانجا والكريمه مع سلطه الطماطم بالفلفل. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل بسيطه وسهله. هنعمل مع بعض سلطة الطماطم بالفلفل. أنا عايز أعمل الحلو في الآخر لأنه مش هيستغرق مني 10 دقايق. تعالوا شوفوا مع بعض إزاي. معانا وقت قد إيه يا أستاذتنا؟ تقريباً نقول الله، إيه الرودة ده؟ إيه الوقت الحلو ده؟ طيب خلونا نبدأ للأمانة بقى. طالما معانا وقت حلو نبدأ بالحلو. طالما معانا وقت حلو نبدأ بالحلو. مقادير الجلاش أو رقائق الجلاش بالمانجا. المقادير على الشاشة. معانا مانجا، أنا هحطها لحضراتكم هنا كده، ومعانا كريمة معمولة بالنشا والحليب والفانيليا، ومعانا مانجا. يلا بينا. حلوة، نبدأ في الحلو طالما إحنا معانا وقت حلو. حلو،
اللهم صل على النبي. ونبدا معانا شويه سمنه حلوين. اهم حاجه في القصه دي السمنه، تكون سمنه حلوه. نعم، في الفرن يا غالي، الفراخ في الفرن. تدفع كام وتبص عليها؟ خلينا ناخد شويه سمنه حلوين كده. يلا بينا. انا حرمك من حاجه؟ بص بقى. لا والفراخ شفت الشكل كريسبي. بما ان احنا جايبين سيره الفراخ، السمنه دي حلوه، حطها هنا. حلو. انا هعمل دلوقتي الحلو بتاعنا واحنا شغالين، نقلب في الفراخ. يلا بينا. اول حاجه هعملها اشتغل في المانجا، ابص على المانجا كده. والمانجا حلوه، بحب المانجا الشتوي، انا بيبقى لها مذاق حلو. خلونا ناخد المانجا كده. الله، ايه الحلاوه دي؟ هو ده بالشكل ده كده. اخد اللحمه. حاضر. عينيا. مرزه مرزه. شفت الحلاوه؟ شفت الحلاوه دي؟ اخدها كده. دي هتعمل بقى ايه؟ عصير؟ لا، تعملها مخلل تتعمل. انا عملت المانجا مقليه مره، خلي بالكم، ونالت اعجاب الجماهير. تتعمل ازاي؟ هقول لك. نقطعها شرايح زي ما هي كده، زي ما انا شغال كده، نوع المانجا ده. ونغلفها بنشا. حلو. وبعد النشا بتاخد شويه سبايسي من البابريكا. وبعد كده نحطها في البيض والبقسماط. مش بقسماط بقى، رقائق الذره. كانت لطيفه وجميله، جربيها برده، وهنعملها لكم برده ان شاء الله. بس لازم تجيب المانجا اللي هي تكون ايه؟ ماسكه نفسها شويه. نعم. بصراحه انا لو مكانك نفس القصه يعني. مش هستنى بقى لما تخش مع جلاش ومهلبيه والجو ده. همسكها كده كلها وخلص الكلام. شفت؟ انا عايز المانجا دي كده. الله الله، ايه الحلاوه، ايه الجمال ده؟ الارض الطيبه مصر مصدرها للدنيا كلها. مانجا عندنا بسم الله ما شاء الله، تلاقيها صيف شتاء، شتاء صيف. شفت المانجا نازله ازاي؟ طبعا هي على الشاشه، قلب الصغير لا يتحمل. دي مش عايزها، اشيل دي كده. كل ما اضرب السكينه يطلع لي مانجا. انا بحب المانجا الشتوي قوي على فكره، بس ما نكترش منها بقى. نعمل زي الفرنساويين كده، لهم ثقافه في تقديم القهوه بصراحه يعني. كوبايه القهوه مع كوبايه ميه ساقعه. سالنا ليه الميه مع القهوه؟ قال لك ان القهوه بتعمل رواسب، وعشان تستطعم القهوه وتستفيد بيها لازم كوبايه ميه. عينيا. نفس القصة في موضوع المانجا، كلنا مانجا على طول وراها كوباية مية. حلو. أو بنشرب عصير مانجا بنحط مية ساعة. بس بناكل مانجا زي دي كده لازم نحط، يا عم الشيف، نحط كوباية مية على طول بعديها. يا نعم. خلينا نطلع الفراخ. حاضر يا فندم. عينيا. مخرجنا جميل قال لك تجيب لي مانجا، تجيب لي تفاح. حبك مانجا وتفاح. انا عايز الفراخ، عايز الهبر. هاي هنا يا برنس. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يعجبك، عايز تاكل خضار هتلاقيه بطعم الفراخ. بص عليها بالله عليك. عايز تاكل فراخ هتلاقيها بطعم الخضار. شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال ده؟ ودايما بقول الصوره الحلوه من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. الله، الف هنا. نكمل حكايه المانجا. معانا عجينه الجلاش، دي جديده يا شيف. دي جلاش ومانجا، نعرف كنافه بالمانجا، اما جلاش بالمانجا دي جديده.
لا الفراخ على الشاشه بص لها شخصيتها برضو يا اخي. تجيب مانجا ما تجيبش مانجا، موضوع ايه مختلف. عايز اهرس المانجا دي عينيا. وادي المانجا اهي. لا شوف اعمل لك حاجه بقى، شفت بقى، شفت المانجا هنا استويه. بهزر معاها انا على فكره. نقف محطه هنا اسمها محطه الابداع والابهار الطهوي. عايزه تعملي ايس كريم، كريم شانتيه يتخفق جيدا بطعم الفانيليا. خفقنا الكريم شانتيه يتحط في الديب فريزر درجه 20 تحت الصفر. ناخد المانجا دي كمان تبريد، نطلع الاثنين نخلطهم على بعض بقت ايس كريم. تحط معلقه جيلاتين باودر من طعم المانجا على المانجا دي بعد ما تدوبهم في ميه سخنه. ليه يا عم الشيفي جيلاتين الباودر بطعم المانجا؟ عشان يديكي لون وطعم المانجا وفي نفس الوقت يديكي الماده المطاطيه للايس كريم. حلو الكلام؟ ناخد السمنه البلد الحلوه. انا هشيل ده من هنا لسه بس ايه يجي وقت السلطه، معلش سامحوني. حلو. هناخد بعضينا دلوقتي ونشتغل في صينيه الجلاش. ادي الصينيه بتاعتي، بحط شويه سمنه بلدي. واخد الفطير، واخد الفطير ده العجينه دي، بحط منها جزء هنا كده وهنا كمان جزء، يعني مثلا ثلاث طبقات مثلا. حلو بالشكل ده كده. ناخد المقطوعه دي عشان مش عايزها، وعندي مهلبيه. المهلبيه دي طبعا بتكبيها وتغطيها. نشا حليب فانيليا، نشا حليب فانيليا، نشا حليب فانيليا، نشا حليب فانيليا، اهو كلهم مع بعض. هننزل سقطها كده. بنحط شويه مكسرات، فول سودان على زبيب على عين جمل بتاعتك، جزء اليد ماشي، المكسرات اللي عندك. انت كريمه وبنستاهل كرمك. ندوبهم كده. نحط شوية مانجا. شغالين مع بعض؟ حلو أوي. تمام. بنحط تاني شوية مهلبية. الله ايه الحلاوه دي يا عم، ايه الجمال ده. ونحط بقيه المانجا. حلوه الصينيه دي، ها فيها حب، فيها تفاصيل. شويه مكسرات، مش حابه المكسرات ما تحطيش، ده اختياري برضه. جوز الهند، قصدي زبيب، ممكن تحط قراصية. ونقفل العجينة دي كده من هنا ونشيل كل ده كده. لسه ما خلصتش انا يا غالي. أأمن على الفرن درجة حرارته كام؟ 180. شوفوا هعمل ايه دلوقتي في الكشكشة. حاجة حلوة يعني لطيفة هتعجبك. خدت زي ما هي كده، واخد العجينة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واحطها هنا كده. كشكشها ما تعرضهاش. الله يرحمك. استاذ الكوميديان بتاع الكاميرا الخفية. عندك شربات؟ هتجيب الشربات سكر؟ بصراحة أنا بحب السكر البودر يعني، أو عسل اختياري يعني، بس المانجا دي مش محتاجة لا شربات ولا سكر ولا عسل. محتاجة شوية سكر بودر على العجينة كده تبقى مقرمشة ولطيفة. زي ما أنا شغال كده. آخر واحدة. نعمة. حلو؟ أهو. السمن البلدي عندنا. لسه ما خلصتش أنا.
بعمل ايه على السمنه البلدي بقى؟ هي دي التركيه بتاعت المغازل. دي سنه بابريكا صغيره، الله، وقلبها كده على البابريكا، سنه بابريكا بس مش حاجه تانية. ومعانا فرشاه، احط كمان على البابريكا دي يا عم الشيف شويه سكر. ده الجديد بقى، دي التركايه بقى، سكر على السمنه وقلب دول مع بعض. سمنه سكر بابريكا، سمنه سكر بابريكا، سمنه سكر بابريكا، قولوا ورايا، سمنه سكر بابريكا، سمنه سكر بابريكا. درجه حراره الفرن عندي 180. دي مانجا، ومانجا ايه؟ شتوي. الصينيه دي لايام الشتاء، دفء طاقه. نعم ابن حلال، واللي ينفع نعمل بدل المانجا الطريقه دي ابقى على القرع العسلي؟ ايه الجمال؟ ايه ده؟ ايه الفراسه دي؟ تعالى اشتغل مكاني، جبت الخبره دي منين؟ فعلا نقدر نعمل دي مكان المانجا قرع عسلي. نفتح الفرن بتاعنا، يلا في الدلاح عالي، وده بالله عليك تعبت عليها دي. عايز اعمل السلطه عشان عدل الفراخ دي بالخضار، شويه سلطه حلوين، فواتح شهيه. الله، ايه الحلاوه دي؟ درجه حراره الفرن 180، يلا بينا. الله، هو ده احمرار، فكرني بيها، الله يوفقك. ايه حلو، يلا بينا. اهو تعالوا نعمل السلطه مع بعض سريعا. هنعمل سلطه الطماطم بالفلفل. عشان اعمل السلطه دي لازم امسك الفلفل اللي انا شويته او اللي انا حمرته، بضربه في الكبه مع خلطه مغازيه. ايه هي الخلطه المغازيه؟ شويه حب، مسميات كده يعني، شويه حب. حلو الكلام. عباره عن ثوم، دبس الرمان، فلفله حلوه لو عندك، زيت زيتون، عصير ليمون، ارض فلفل سبايسي، شويه شبت، كل دول مع بعضيهم في قلب الكب او الهاند بلندر بتاعك او في الخلاط. ادي الفلفل، ده التوم زي ما هو كده. الصوره حلوه معانا يا شباب، الله. معانا كزبره خضراء، معانا شويه شبت في قلب الكبه. المفاجاه، المفاجاه، المفاجاه مع سلطه الطماطم، المفاجاه اهي. يلا يا عم ملاح، شفت الحلاوه دي؟ البصلايه دي كلها يا عم ملاح تتحط في قلب الكبه اهي، خضرها مع بياضها، خضرها مع بياضها. يعني ايه خضرها مع بياضها؟ يعني راس البصله مع عروقها اهو، كل دول في قلبيها. زيت زيتون، الله، غرقها زيت زيتون. لغايه لما تقول لي بطل، عتنك هتبص هتكبر في راس زي الاستاذ عادل امام، وهنزل بالازازه كلها، فتعالى على نفسك قول لي كفايه. ده انت واخد العند بقى. طب قول لي انت يا عم ملاح كفايه، ما حد يقول لي كفايه، مش والله ما هرفع ايدي من الزيت غير لما تقول لي كفايه. كفايه بس. طب انا عارف انك انت هتمسكي الحلقه دي تشتغلي عليها للصبح، هنحط عصير ليمون. انت عايزني اشتغل لوحدي يعني؟ ملح، عينيا. كل دول يلا بينا. اللهم صل على النبي. حاضر، العجينه في الفرن. الخلطه المغازيه هنا حلوه قوي. طبق التقديم، جينا للحظه الايه الحلوه بقى. طبق التقديم اهو، حطه هنا مكانه، عدله هنا. تبص على الجلاش حبيبنا، يا سلام، بص عليها كمان نظره كده، نظره حب بالله عليك، وسمي بسم الله وصلي على الحبيب. ايه الحلاوه دي؟ قبل وبعد. زيت، سوري، سمنه بابريكا سكر، سمنه بابريكا سكر. نقفل الفرن بتاعنا، ناخد الطماطم الحلوه دي كده، شيل المانجا دي من هنا عشان ناكلها بعد ما نخلص. ناخد الطماطم الحلوه بالتقطيعه دي بقى، بص التقطيعه هي دي، التقطيعه اهي. حاضر يا فندم، والله العظيم انت ابن حلال اهو، ده انت اللي علمتني اهو، اهو مصري اهو، عم محمد سوري انا اسف. اهو طماطم كده اهو، اهو شفت التقطيعه دي اهي،
لازم السكينه تنزل على الطماطم تاني اهو كده اهو اهو كده اهو. تحافظي على لحم الطماطم من جوه، قلب الطماطم. اوعي تقطعي الطماطم من على الجلده من بره او القشره بتاعتها خالص. اهو تاني اهو، والسكينه تكون حاميه. اهو تاني اهو. يا قوطه يا حمرا يا قوطه، اخوانا في اسكندريه مسمين الطماطم قوطه. لا ما بقتش مجنونه. مجنونه مين؟ ما نقولش عليها كده ابدا دي. كنا نقول مجنونه عشان سعرها، هي تستاهل كل حاجه، بس خلونا مشكلتنا مع الطماطم حموضه. نحط معلقه سكر مع الطماطم. عينيا خلصت يا فندم والله، مش عايز اسمع الكلمه دي. حاضر اهو، الكلمه دي بتخرجني اهو. ادي الطماطم، شفت الحلاوه دي كده؟ الله الله عليك. اهو زي ما هي. حلو، عشان لسه هطلع الجلاش. بسم الله الرحمن الرحيم، وتعالوا مع بعض ننزل بالحلويات. ايه الحلويات؟ التركيبه اللي انا عملتها بسميها الخلطه المغازيه. اهو زي ما كانها والله ما هشيلها. اهي وننزل بقى كده. الف هنا وشفا للي ياكل من السلطه دي. تسمعي كلامي؟ تعملي بنصيحتي؟ طيب هقول لك، دي تتحط في الثلاجه ساعتين زمن. تقولي لي بقى الايام الدنيا برد الدنيا خالص، ماليش دعوه بالقصه دي. دي تتحط في الثلاجه ساعتين زمن عشان تاكليها. تعالوا نطلع الجلاش مع بعض. مكان عينيا اهو. حاضر عينيا، طلع الجلاش واجري. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال. اهو الله، رشه جريئه من السكر البودر. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. عملنا المانجا بالجلاش او الجلاش بالمانجا، عشان ما عارفين كلنا كنافه بالمانجا. الجلاش قال لك وانا فين. عملنا صينيه فراخ مشويه بالخضار. عملنا سلطه طماطم بتتكلم مصري بالخلطه المغازيه، شفناها مع حضراتكم. ولكن زي ما قلت لحضراتكم نصيحتي، تتحط في التلاجة لمدة ساعتين. يعني رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.